قرب الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه وتعالى: أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأما بعد، فوالله لو قطعوا عنا الماء والطعام والهواء لن نترك الجهاد في سبيل الله، فوالله إننا بايعنا أنفسنا على الجهاد في سبيل الله ما حيينا أبدا، ولن نترك السلاح حتى نرى دولة الإسلام قائمة رغم أنوف المرتدين.